قال الوفد التفاوضي التابع لجماعة الحوثي الإرهابية إن التفاهمات بشأن الهدنة التي تنتهي الأحد وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف الفريق في بيان له إن تفاهمات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، خاصة بعد تعنت قيادة الميليشيا ورفضها لكل خيارات السلام وتمسكها بشروطها التي وضعت على طاولة المبعوث الأممي، رغم التنازلات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي في الهدنتين الأولى والثانية. وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي استغلت الهدنة لإعادة ترتيب قواتها، وهي تلوح بالحرب في حال لم تستجب الحكومة والمجتمع الدولي لمطالبها بعد انتهاء الهدنة. وأكد رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين إنه لا صحة عن أي اتفاق على تمديد الهدنة، وأنه سبق وأعلنوا موقفهم الواضح ومطالبهم المشروطة، وتم القبول بالتمديد الأول والثاني لإعطاء المزيد من الوقت للمداولات وجهود بعض الأشقاء الوسطاء، حسب ما جاء في تصريحه.